وهذا المطر أنبتت الأرض لنخرج به حبا ونباتا، سواء الحبوب أو العشب، كله يخرجه الله تبارك وتعالى بسبب إنزاله لهذا المطر، لنخرج به حبا ونباتا وجنات، وهي البساتين الكثيرة الفافة أي الملتفة. وذلك أن هذه الشجر، هذه الأشجار لكثرتها وتشعب أغصانها تلتف بعضها على بعض، وجنات ألفافة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا كله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يذكرهم الله تبارك وتعالى أن الذي خلق هذا كله عنده يوم، وهو يوم الفصل، وهو يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وسمي يوم الفصل، وسمي يوم القضاء، وسمي يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر، وهو الذي يفصل الله فيه بين العباد ويقتص للعباد لبعضهم من بعض. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهذا اليوم يقال له اليوم الآخر، لأنه ليس بعده يوم، هو آخر يوم، لأن الشمس والقمر يذهبهم الله تبارك وتعالى، خلاص ما في ليل، ما يأتي بعد هذا اليوم ليل، ولذلك يقال له اليوم الآخر، آخر يوم. وهذا اليوم مستمر أبدي سرمدي، ولذلك يقال له يوم الخلود، ليس بعده ليل أبدا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي ليقضي الله بين الخلق. فالمؤمن التقي المظلوم أو كذا ينتظر هذا اليوم، والإنسان الفقير ينتظر هذا اليوم، والإنسان الذي اعتدي عليه ينتظر هذا اليوم. هذا اليوم، يوم الفصل، هو الميقات الذي يقتص الله به للمظلوم من الظالم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواج كما قال الله تبارك مهطعين إلى الداع، يخرجون أفواجا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في هذا اليوم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أعداد كبيرة جدا، لأن كل الناس، كل الخلق من يوم آدم إلى أن تقوم الساعة يجمعون في ذلك اليوم، وهذه النفخة هي النفخة الثانية، يوم ينفخ في الصور. والصور واحد، ولكن ينفخ فيه نفختان، وقيل ينفخ فيه ثلاث نفخات. يذكر عن الشعبي رحمه الله تبارك، عامل بن شراحيل الشعبي، وهذا يبين لنا دور القصاص وكيف كانت لهم سطوة. الشعبي رحمه الله تبارك خرج من العراق إلى الشام، وهو قادم على عبد الملك بن مروان في خلافته، وهو منطلق إلى الشام مر بمدينة يقال لها تدمر. تعرفون الرسالة التدمرية، شيخ سنتين، تدمر معروفة بالشام. فمر على أهل تدمر، فدخل مسجدا من مساجدها، فإذا قاص يقص على الناس، وقال: يؤتى بالصور فينفخ فيه النفخة الأولى، ثم يؤتى بالصور الآخر فينفخ فيه النفخة الثانية. يقول: وكنت أصلي، يعني ظهر تحية المسجد أو كذا، يقول: فلم أحتمل يعني هذا الغلط، لأنه ذكر أنهما صوران، وهو صور واحد ولكن ينفخ فيه نفختان، فقال: فيؤتى بالصور الآخر فينفخ فيه النفخة الثانية. فقال: فاستعجلت في صلاتي ثم سلمت، فقلت له: يا شيخ اتق الله، إنما هو صور واحد ينفخ فيه نفختان وليس أكثر من صور. فقال: أنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تكذبني؟ هو يحدث عن رسول الله الكذب، هذا الشيخ القصاص. قال: أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذبني؟ فقام إلي وضربني، يقول: ثم اجتمع علي أهل المسجد وضربوني. والشعب إمام من أئمة التابعين، فضرب في المسجد. يقول: والله ما تركوني حتى أثبت 30 صورا.
بالكاد تركوني بعد ذلك. فهو إذن صور واحد يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب. السماء لها أبواب، السماء لها أبواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء مع جبريل كان يدخل من باب إلى باب ويستأذن جبريل، فيقال من؟ فيقول جبريل. قال من معك؟ قال معي محمد. قالوا أو قد أرسل له؟ فيقول نعم. فيقول أهلا ومرحبا، ثم يفتح له، ثم يأتي السماء الثانية ويفتح له السماء. إذن السماء كل سماء لها إيش؟ لها باب. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول عن الكفار إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فالسماء إذن لها أبواب، فتفتح أبواب السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا، تنزل منها الملائكة في ذلك اليوم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال التي هي الجلاميد العظيمة تكون سرابا كما قال، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو القطن، القطن هكذا تكون الجبال. وسيرت الجبال، تسير كأنها سراب، لا يصدق الإنسان هذه الجبال العظيمة تسير بهذه الطريقة. ونقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله متى؟ طيب الأسبوع القادم عندنا دورة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، تفتتح المغرب ففي مسجد بيان، مسجد الزبن في بيان إن شاء الله تعالى. ولذلك الأسبوع القادم نعتذر إليكم، نلتقي هناك إن شاء الله تعالى في مسجد الزبن في بيان قطعة 8، نعم في بيان قطعة 8 عند المستوصف إن شاء الله تعالى. دورة ابن عثيمين تبدأ إن شاء الله تعالى، وستجدون إن شاء الله اللوحات معلقة. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله سبحانه.